صباح الخير، مساء الخير، أحييكم في هذه الجلسة الرابعة من الورشات والخاصة بإذن الثقافة العامة والعملية بشأن إذن كل ما يتعلق ب إذن تلو المشاكل النزف. هذا سيسمح لنا بتغطية جوانب مختلفة من اضطرابات النزيف. اسمي جلين بيرس وأنا أعمل لصالح الاتحاد العام، أرغب أن أحييكم في هذه الجلسة. الجلسة مقسمة إلى ساعتين، الساعة الأولى سنبدأ بها بتقديمكم إذا تحديث بشأن المؤتمر الآش وقضايا اعتبارات سنية وأيضا صحة الكبد، أسئلة وأجوبة، وثم بالساعة الثانية سنغطي السمنة وأيضا كل ما يتعلق بهذا المجال في لمرضى اضطرابات النزيف والآلام والصحة النفسية وأسئلة وأجوبة. المتحدثون هنا، أرغب بأن أبدأ بتقديم أول متحدثين الساعة الأولى. السدريك سيتولى الساعة الثانية، الذي السيدة لوشانا نانا كيارا، هي تعمل لدينا في إذن الاتحاد العالمي وهي مسؤولة عن قضايا اللجنة السنية ولوس بروس لوكسون سيتحدث وهو من جامعة جورج تاون ومدير دائرة الطب هناك في واشنطن. سيدريك ثم سيتحدث عن الجوانب الأخرى، وسيدريك هو عضو في اللجنات الطبية من بلجيكا في الاتحاد العالمي للهيموفيليا وهو يعمل في مجال إذا أمراض الدم في بروكسل. سأعطي بعض الملاحظات. قبل أيام انتهينا من الآش وهو إذن المجتمع الأمريكي للهيماتولوجي أو أمراض الدم، وأنا أريد أن أعطيكم ملخص. سيكون هنالك جانبان. أريد أن أذكر بأن هذا عبارة عن مرض وهو مهم في هذا المجال. وهو مهم فيما يتعلق بتجاوز كل ما يتعلق من هذه الأمراض والمثبطات وتسمح ب بإمكانكم تروا بأن التوازن بأن بين إذا النشاطات الخاصة بإذن تجلط الدم وعدم تجلطه تعتمد على الفاكتور 8، والمثبطات تلعب دور في تغيير هذا التوازن. وبالرغم أن المريض ليس لديه الفاكتور 8 ولا 9، لو كان الكثير من المشاكل هنا تبرز فهذا سيسمح أن يحصل المزيد من آهالات التجلط. وبالتالي الموضوع هنا اسمه دراسة أتلاس، يتحدث باستخدام الفيتوزيران وفاعلية هذا المجال. الفيتوزيران 8 ملغ منه
هي الكمية المستخدمة، وهذا الرسمة هنا التي نظهرها هنا تظهر الأداة المستخدمة في هذا المجال، وبأن هذه مثبطات. وبما إمكانكم أن تروا هنا في المرحلة الأولى هنالك انخفاض كبير في نسب النزيف السنوية من النسب الأعلى الـ A وصولا إلى الهيموفيليا B. إذا هذه هي النسب هنا التي تظهر هنا لـ A و B، ولا يوجد هنالك نتائج إذا أدهشتنا، فهي كانت متوقعة. وهنا بعض الخاصة بأذن الأمان والتحمل، ولدينا هنا 4 حالات ظهرت في أكثر من مكان وأشير إليها في الماضي بشأن تجلط الدم، وهي معروفة لدينا. أما المحاضرة الثانية كانت بشأن أفراد عاديون يعانون من الهيموفيليا ودون مثبطات، ونفس النتائج برزت. بإمكاننا أن نرى هنا أننا ننتقل من نسب مرتفعة من النزيف إلى نسب منخفضة من النزيف، وهذه إذن التي تخص إذن النزيف في المفاصل. وأيضا استخدام الفوتوزيران، والذي أدى إلى إزالة الكثير من حالات النزيف لدى المرضى في المستشفيات. هنا الجانب الخلفي يخص السلامة ومأمونية هذا العلاج. لا يوجد أي دليل على حصول تجلطات دم هنا لدى المرضى. أعتقد بأنه أيضا مهم بمكان أن يكون هنالك توازن عادل، فهذا يخفض كما قلنا من حصول حالات تجلط الدم خلال الـ6 سنوات الماضية عبر استخدام هذا العلاج. وببساطة العلاج لم يتعامل مع مخاطر تجلط الدم، ولكن يستاهل الامر نتحدث بانه حصلت 5 حالات اذا تجلط دم منذ بدء البرنامج، وتم تخفيض النسب والجرعات من 80 ملي جرام الى 50 ملي جرام يوميا او شهريا بالاحرى، تجنبا لحصول حالات تجلط الدم هذه. هو أيضا يتم تخفيض إذا وجود مثبطات، لا نعرف ماذا حصل بالنسبة لنسب تخفيض نسب النزف لدى هذا المريض، وهذا يستأهل أن يتم مراجعته للتأكد من أن هل أزال هذا خطر حصول تجلطات دم هذا التخفيض. وهنالك تجارب أخرى أيضا تمت لمعرفة مجالات أخرى يعني لهذا العلاج، منها العلاج الوقائي الذي نستخدمه نحن من أجل التعامل مع هذه الحالة. أريد أن أنتقل إلى مجال آخر، فالزميل سيتحدث عن الإيميسي زومامب، وهو الذي يستخدم كعلاج وقائي، وهذا مفصل هنا كيف أن الأفراد الذين ليس لديهم هيموفيليا أي شديد يمكن أن يستفيدوا من هذا الدواء الإيميسي زومامب، وليست لديهم أي إذا حالات جانبية، فبالتالي كانت استجابتهم جيدة لهذا الدواء. في المرحلة الثانية سنتحدث عن الجانب الجراحي، فالجراحة تستخدم في التجارب الخاصة باستخدام هذا الدواء الإيميسيزوماب، وهذه دراسة قيمة تبحث بالتفاصيل بشأن الخطوات التي يعني تشمل إجراء العمليات لهؤلاء المرضى، وباستخدام إذن هذا الدواء مثل
الجراحات البسيطة والتي استجابت بشكل جيد للإيميسوزوماب وغيرها التي إذا استخدمت هذا العلاج أيضا في التدخلات الجراحية الكبيرة. ونتائج ذلك علينا أن نفكر في كل هذه الأمور وما تؤول إليه باستخدام هذا الدواء. أيضا بشأن الجراحات للمرضى الذين يأخذون دواء كونسيزوماب، وكما تذكرون بأن تي اف بي اي يعمل مع الرقم 7، الفاكتور 7 للوصول إلى الفاكتور 10، هي طريقة بديلة لإعطائهم ما ينقصهم من فاكتورز، و تي اف بي اي هو إذا وسيلة ممتازة لمراقبة وضع هذا المريض، ويسمح بأن نستمر بإعطائه هذا الدواء. وهناك أكثر من تجربة تمت إكلينيكية في استخدام إذا الكونسيزوماب، وأيضا في الحياة البسيطة والكبيرة، وأثبت بأنها فاعلة، هذا الدواء فاعل في إذا تجنب أي أعمال نزف خلال العمليات الجراحية، بالتالي هذا أثبت نجاعته. كانت هنالك أيضا قضية أخرى، فقد عملنا مع أشخاص يعملوا في مجال أمراض الدم، وتم منحهم منح دراسية بهذا الشأن للمواصلة في هذا الجهد. هنالك دراسات تثبت الكلف التي كانت يحتاجها المريض الهيموفيليا بال65 وصولا إلى مثلا العام 2017، الفاكتور 8 الكلفة أصبحت $500,000 بالسنة، بينما كانت عبارة عن $160 بال65. إذا اختلاف كبير في الكلف. دخلت في تفاصيل أيضا بشأن إذا الفروقات، وكيف أن معظم البلدان في العالم غير قادرة على إذا تحمل هذه الكلف، لأنها وفقا لأبحاثنا مستحيل لهذه البلدان أن تغطي مثل هذه الكلف المرتفعة. وأيضا بشأن العلاج بالجينات، أخذت هنا مثال، لدينا منتج مثبت فاعليته وهو يباع في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع $500 لكل جرعة، والكلف هي $500، ولكن تباع بواقع صفر بواقع أقل. وسنتحدث عن هذا الأمر والكلف والاختلافات ما بين الكلف وما يدفعه المريض مقابل حصوله على هذا العلاج. أيضا أنواع الجينات والعلاقة مع الفينوتايب، وهذه الزميلة قامت بدراسات كبيرة بهذا الشأن، وبحثت لأسباب لماذا شخصان لديهم نفس الفاكتور 7 مثلا تكون النتيجة عندهم مختلفة، والنزف هنا كبير وهناك قليل، ولم تجد إذا إلا هذا النمط الظاهري، ولم تجد علاقة، ما ربما لها علاقة بنوع الدم، وربما وجود أشياء أخرى مثلا الذكر أو الأنثى. قد يكون مثلا نقص كبير في الفاكتور 7 من ندى الإناث، ولكن هنالك أشياء أخرى برزت. ذات صلة بهذه العلاقة النمطية ما بين الحالات التي تعاني من ذات المرض. ثم مارك تحدث عن منهجية جديدة، وذلك لبناء إذن قاعدة بيانات
عبر العالم بشأن إذن حالات الهيموفيليا إيه، واقترح مقاربة مختلفة بشأن التواصل معهم وتحصيل بيانات منهم، وبدلا من إذن العمل على إذن هذه السجلات التقليدية العادية، وعمل مع مجموعة كبيرة من الخبراء في العالم من أجل إذن الوصول إلى هذا النوع من البيانات، ووصفها بإذن بتفاصيلها. المرضى أنفسهم هم من قدموا معظم البيانات التي إذن نحتاجها. أخيرا لين مالك تحدثت لأول مرة عن استخدام الفاكتور 8 اف سي والنتائج التي تم التوصل إليها عبر العالم من استخدامه، وما أظهرته هنا أن المرضى الذين أعطوا فاكتور 8 خلال 10 أو 12 أسبوع، معظمهم هؤلاء المرضى وصلوا إلى نسبة التحمل المنشودة والتقديرات الخاصة بالنجاح. نسبة الـ ITI كانت 67%، هي نفس عدد ما تم التوصل إليه في الدراسات الأخرى. استنتجت بأن هذه أول مرة في الـ EHL يتم الحصول على هكذا بيانات بهذه التفاصيل للمرضى، وبأنهم قد تحملوا بشكل جيد إذا هذا العلاج، ولا يوجد أي نتائج سلبية. وهذا زودنا بالمزيد من المعلومات بشأن هذه المستجدات. بهذا أنا أشجعكم أن تنظروا إلى الملخصات. الآن ننتقل. شكرا يا غلين، وشكرا لانضمامكم إلينا. أرغب بأن أشكر الاتحاد العالمي لدعوتي اليوم وهذه الفرصة لأن أتحدث إليكم بشأن اعتبارات سنية لمن يعاني من اضطرابات النزيف. الأهداف من وراء هذا العرض هو أن أعطيكم أفكارا بشأن أهمية صحة الأسنان وكيف هذه مفيدة لإذا مرضى الهيموفيليا. أعتقد بأن هذا مهم، وعملي عبر إذا مناطق كثيرة في العالم خلال السنوات العشر الماضية قد مكنني من أن أصل إلى استنتاجات هامة بشأن ما يحتاجه المرضى وكيف يمكن أن نساعد في تجاوز هذه العقبات، وكيف يمكن لفرق العلاج أن تؤدي عملها بأفضل حال. عندما أتحدث عن الرعاية الشاملة هنا أتحدث الرعاية العادية الاعتيادية التي يمكن للمرضى أن يكونوا يعني تكون لدى هؤلاء المرضى بهذا الخصوص. وإذن هنالك معنى واسع للرعاية السنية، ليس فقط إذا تعبئة الأسنان النخرة أو ما شابهها، بل نحن نفكر بالصحة العامة والشاملة لهؤلاء المرضى. ومعظم مرضى الأسنان يمكن تجنب هذا الأمراض التي يعانون منها عن طريق الرعاية العادية، ونحن نحاول أن نساعد فالوصول إلى الرعاية لهؤلاء المرضى، ونتأكد من أن كل الرعايات السنية يمكن أن تتم بطريقة آمنة عن طريق استخدام الكونسنتريت، لأنه يمكن أن يتم التعامل معهم هؤلاء المرضى في
هذا لا يعني بأنه لا يجب أن يتحول هؤلاء الأطباء الأسنان إلى الاطمئنان، إلى أنه يمكن أن يعني يعالجوهم بطريقة كما لو كانوا أناس غير يعانون من هذه الاضطرابات. أيضا يجب أن يكون التواصل أفضل ما بين أعضاء الفرق التي تعالج مرضى الهيموفيليا واضطرابات النزيف. الفاكتور كونسنتريت يمكن استخدامه ويعطي النتائج المنشودة، وأن يكون هنالك نزيف في منطقة نراها أمر خطر. هو نفس الشيء بشأن أيضا دخول أيضا السوائل في مناطق غير مرئية، ولكن خلال السنوات الماضية كانت هناك وصول إلى أكثر من جانب سمى أرتيكير، والذي لا يسمح والذي يسمح لكم بالدخول إلى مثلا هذا الدواء إلى العظام والأسنان، وهذا أدى إلى دعم إذن المرضى هؤلاء وأعطائهم الفاكتور 8 المطلوب من أجل أن يتم علاجهم بدون أي مشاكل أو النزيف. بشأن الرسالة التي نريد أن نوجهها هو أن هذا الأمراض السنية يمكن تجنبها، وهذه يجب أن تكون أولويات عاملين في مجال التعامل مع مرضى الهيموفيليا. وأنا أتحدث عن دعم كل ما يتعلق بالفم، يعني الأسنان واللثة والعظم، ونحتاج في هذه الحالة أن يكون هنالك وقاية بالشكل المطلوب تجنبا لحصول أي تعقيدات. هذا ما لا نريده، أن تحصل تعقيدات خاصة للمرضى الذين لديهم مثبطات، وأحيانا الكلف تتجاوز المقدور عليه بسبب حالات إذن المعقدة هذه. هذه الأمراض هي التي منتشرة أكثر من أي شيء آخر، وسميها بيريودونتال، وتمس أكثر من 65% من سكان العالم، وهي وجود إذن في المناطق الفم، إذن نوع من أنواع التحسس. وكما قلنا تمس 50% من البالغين في العالم، و83% في بريطانيا لديهم مثل هذه الحالات. عملية الأكل السليم وفرشاة الأسنان واستخدامها بطريقة آمنة وتنظيف الأسنان، كل هذه ممكن أن تؤدي إلى تجنب هذه المشاكل. هناك دراسة أثبتت بأن مرضى الـ WD ليسوا يعني أكثر عرضة لأن يعني يكون الرد الذي يعني يحصلون عليه أعمق أو أخطر من غيرهم من مرضى الهيموفيليا بسبب مشاكل في الفم والأسنان. وبالتالي كثير من المرضى الذين لديهم اضطرابات نزيف يقبلون نسبة معينة من النزيف عندما يعني يتم علاجهم. أنا كما قلنا بأن عملية هذه الأمراض السنية تحصل بشكل دائم كثير، والمرضى كثير في العالم يعانوا منها، وحتى عندما يعني يقوموا بتنظيف أسنانهم بشكل عالي، إذا استمر فترة طويلة هذا الأمر، هذه الأمراض التي تمس اللثة وزادت إذا هذا يعني بأننا نحتاج إلى أن ندير الأمر بطريقة أكثر فاعلة، وننظف الأسنان بطريقة أسلم، وعندها نطلب من المريض إذا حصل نزيف كبير أن يضعها مثلا حبة تذوب في الماء ثم يتمضمض فيها
قبل أذن فرشة أسنان. ترى هنا اللثة تعاني من مشاكل، وفيها انتفاخ وفيها تضخم، وهنالك تجمع حول الأسنان للأوساخ، لأنه لم تتخذ الإجراءات الصحية المناسبة، وبالتالي عندما يلمس اللثة ما يكاد يلمسها حتى يحصل نزيف. التحديات التي تواجه طبيب الأسنان هو المساعدة في التركيز على تحسين الممارسات الصحية التي يمارسها هذا المريض، ولكن أيضا عندما هؤلاء إلى المريض نحن بحاجة إلى إزالة المناطق التي تنمو فيها البكتيريا والسموم، والتي تجعل من اللثة تنزف، وبالتالي نحتاج إلى تجنب ذلك واتخاذ إجراءات سليمة بهذا الشأن. وإن لم تكونوا مرتاحين لذلك فهذا سيصعب العمل الطبيب الأسنان. إذن هذا نفس الحالة مرة أخرى، ولكن ما أريد أن أريكم إياه بأن هنالك كثير من الصور أريكم إياها، ولكن لو نظرنا إلى اليسار هذه الصورة بعد أن حصلت عملية التنظيف، وعلى اليمين هي بعد أسبوع من عودة المريض بسبب هذا النزف الحاصل، فإن الطبيب سيقسم عملية التنظيف إلى مناطق ليس كلها في يوم واحد تجنبا لحصول نزيف كبير لهذا المريض. وبالتالي عندما يتم إزالة كما قلنا هذه الأسباب التي تؤدي إلى النزيف، فإن اللثة تعود إلى وضعها الطبيعي، وإذن تعود هذه اللثة إلى حالها الأصيل، بحيث أن اللثة الطبيعية وغير المريضة لا يكون فيها أي نوع من أنواع النزف. وددت أن أريكم هذه الصور حتى تفهموا بأنه يمكن معالجة عمليات النزف هذه بطريقة مبسطة جدا من قبل طبيب الأسنان، وبطريقة وبأسلوب غير مكلف أو مؤلم. هنالك دراسات كثيرة أعدت خلال السنوات الماضية بشأن كيف نحافظ على صحة الأسنان بطريقة سليمة، وليس فقط نحن نتجنب الأوجاع التي تحصل من الأسنان وتسببها الأسنان، ولكن أيضا هنالك طعم الدم المستمر في الفم إذا لم يعالجوا ذلك، ولن يستمتعوا أي شيء يعني يأكلوه أو يمضغوه، وأيضا الثقة التي سيفقدونها، فلن يقوموا بالابتسام وسيحاولوا أن يجدوا حلولا أحيانا بدلا من الحديث هكذا أمام الملأ، خوفا من أن تظهر هذه اللثة النازفة أمام الآخرين. وأيضا النفس السيء، رائحة النفس، إذا هناك انقطاع بعد هناك انقطاع في الصوت. تحدث أيضا عن القضايا الحجمية كذلك، فإن وجود أسنان نظيفة يلعب دورا هاما. حيث أنه من المهم دائما الحفاظ على سلامة وضع الأسنان واللثة. ربما بإمكانك إغلاق الفيديو، ربما هذا كان سيساعد في وضوح الصوت. لوتشانا كارولاينا، هل أنا أنتقل إلى الشريحة التالية؟ شكرا. إذا
وبسبب الطبيعة الالتهاب لهذا الأمر، نعتذر مرة أخرى عن القطع في الصوت لأننا لا نسمع المتحدثة. وعندما تتحسن وضع المرضانا وعندما تطول حياتهم نتيجة ذلك، فستقل نسبة إصابتهم بالمرض، وهذه الأمور تصبح مهمة جدا للصحة الأولية. طبعا هناك الأمراض المختلفة مثل سرطان الرأس والعنق والتدخين بسبب ذلك، وهذا يزيد كذلك من تناول المشروبات الكحولية. إذن إن أمكن توفير للمرضى مكان يمكن أن يحصلوا فيه على رعاية طبية للأسنان، فهذا سيساعدهم على الإبقاء على أمورهم الصحية في وضع جيد. إذن أجرينا دراسة قبل بضع سنوات للنظر في ما هي العراقيل التي تحول دون إمكانية الحصول على الرعاية، وأجرينا مسحاً تم إجراؤه عبر الإنترنت. عندما قمنا بإجراء 105 مسح مشمولي الهوية على مدى فترة 5 أشهر، وطلبنا من الأطباء العامين أو أطباء الأسنان عن خبرتهم مع أولئك الذين يعانون من رباط النزيف، ما وجدنا أن 20% من المرضى رفضوا تم رفض منحهم علاجا لأسنانهم. وقم بإجراء مسح للعراقيل الخاصة بالمرضى، وجدنا أن 21% و5 منهم لم يتمكنوا من الحصول على علاج من أسنان، و 18% و5 كانوا متخوفين من زيارة الطبيب، و 47% و5 منهم لم يكونوا يشعرون بالثقة في قدرة طبيبهم العام. وحتى الأطباء المعنيين، السؤال كان هل تشعرون بأنهم واثقين من أنهم قادرين على التعامل مع مريض مصاب باضطرابات أمراض النزيف، ولكن 90% قالوا أنه لو كان لديهم معلومات عن اضطرابات النزيف التي مصاب بها المريض فسيشعرون بثقة أكبر لرعايتهم وتقديم العناية لهم. هذا ما أنشأناه، وأعتقد أن هذا كان معروضا على الموقع الإلكتروني. هذه أداة مهمة جدا جدا، وخاصة بالنسبة للتواصل، لأن أعتقد أنها تشكل أساس النجاح، فإن المرضى يأتون لزيارتكم في العيادة ويكونوا واثقين عندما يأتون لزيارتكم، فهذه ستكون فرصة جيدة لجعل موضوع طب الأسنان جزءا من الحديث للتأكد من أنهم يحصلون على الرعاية المطلوبة. لو قدمت لهم هذه الرسالة التي نستخدمها نحن في عيادتنا، وهي موقعة مني ومن الدكتور معني، وهي موجهة لطبيب الأسنان، أي أن طبيب الأسنان يطلع على الرسالة ويعرف ما هو اضطراب النزيف المصاب به ويعرف كيفية إدارته، وبإمكانه أن يحيل المريض لنا. هذا يساعد في تثقيف المريض، وكذلك يمكن المريض من أن يسعى للحصول على المساعدة، لأنه يحمل رسالة تبين أنه من الممكن أن يحصل على رعاية الأسنان الأولية، وأن هذا ما يشهد عليه طبيب أخصائي الهيموفيليا. وسأنهي عرضي بقولي أنه ينبغي أن يتم إجراء مثل هذا الحديث، لأن هذا يشكل نصف المعركة في السيناريو المعني. هذا هو مسارنا كما نرى، قد يبدو زاحماً بعض الشيء، أي أن الدكتور يذهب إلى أطباء الأسنان، وإذا كان بحاجة إلى علاج يأخذه، ولكن إذا كان بحاجة إلى تغطية فيمكن أن يتم إحالته عبر النظام، لكن إذا كان هناك مرضى يواجهون صعوبة في الحصول على رعاية ويمكن أن يأتوا لنا،
لدينا شبكة للهيموفيليا في شمال لندن، حيث يتم تغطية كل المرضى. حوالي 2000 مريض في المنطقة بإمكان يحصل على هذه الرعاية إذا كانوا يواجهون صعوبة في الحصول على هذه الرعاية. أما بالنسبة للقدرة لالتقاط هذه الرسائل التي تساعد مرضاكم في فهم أن أكثر الأمراض شيوعاً هي هذه الأمراض، فإن رعاية الأسنان تكون المشكلة عندما يكون هناك بكتيريا تسبب الأمراض والسكريات التي تتسبب في وجود حامض، وبالتالي من الممكن منع حصول التسوس عند الاهتمام بالأسنان، وكذلك تفادي كميات السكر الإضافية التي قد تسبب في ذلك. وبالتالي فإن تم الاحتفاظ دائما بأسنان نظيفة وغسلها بعد تناول أي طعام بعد الوجبات المختلفة، فستقل بنسبة كبيرة الإصابة بالسوس. وطبعا هذا يتسبب بالتهاب اللثة إلى آخره. فهناك طرق فعالة للحفاظ على نظافة الأسنان. هذا نبين للمريض كل ما هو يلوث أسنانه، فإن إزالة هذه الطبقات التي تسبب السوس والتهابات اللثة في لندن، نقوم ببيع هذه المواد لتنظيف الأسنان. وإذا كان المريض يواجه مشكلة في الحصول على رعاية، فهذه من المواد التي بإمكانهم أن يشتروها. الفلورايد مفيد جدا للحيلولة دون حصول التسوس، ولأنه يقوي من الأسنان ويجعلها تقاوم الحامض الذي تصدره البكتيريا. وكذلك للكورسودوسيل، وهو لغسول الأسنان فعال لكي لا يتأثر بالسوس. هذه الرسائل التي أريد منكم أن تستخلصوها، وأعتذر عن انقطاع الاتصال قبل قليل، ويسعدني أن أستقبل أي أسئلة منكم على تشات أو إذا كنت بحاجة لطرح أي أسئلة محددة. وشكرا لانتباهكم. شكرا يا لوتشانا، هناك سؤال في الأسئلة والإجابات. يسعدني الآن أن أطلب من بروس لاكسون ليتحدث إلينا عن التهاب الكبد الوبائي، وننظر في صحة الكبد. لقد كان عمله معنا مفيدا للغاية، وحيث عمل معنا على عدد من السنوات، حيث ساعد في توجيه المؤسسة بشأن أفضل الطريقة للتعامل مع مرضى المصابين باضطرابات النزيف وصحة الكبد لديهم. تفضل يا بروس. شكرا لك يا جنان. هذه هي تصريحاتي وهذه خطة عملنا اليوم. بداية أريد أن أتحدث قليلا عن الحقائق الأساسية بشأن معالجة التهاب الكبد الوبائي جيم. سيكون تطلبون نسخة مختصرة، ولكن يجب أن نعرف أنه لدينا خيارات رائعة للعلاج ومعدلات نجاح عالية. وأريد أن أخصص معظم الوقت للتحدث عن ماذا يحدث عندما نتخلص من الالتهاب، لأننا لا بعد أن يشفى المريض من التهاب الكبد الوبائي، كيف نقيم صحة الكبد وما هي التعقيدات التي تترتب على هذا الالتهاب، وكيف لي أن أعرف أن هذا المريض يواجه خطر هذه التعقيدات. سأجيب على كل هذه الأمور في ال15 دقيقة المتاحة لي. سأعرض هذه الشريحة، لأن التهاب الكبد الوبائي كان يعرف بأنه الوباء الصامت، كان السبب الأول الذي يجعل المرضى بحاجة إلى زرع الكبد، وهو السبب الرئيسي بسرطان الكبد. ونرى من هذا البوستر بشأن الهيباتيتس سي أنه لا يميز بين أحد، فقد أصاب ملايين من الأشخاص ويتسبب في سرطان الكبد. إذا لدي مريض عادي هنا، وهو مشابه لما نراه، عمره 56 سنة، وهو مصاب بالهيموفيليا، وكان لديه العام عندما كان في عمر المراهقة،
وأصيب بالهيباتيتس سي وعولج ولكنه لم يشفى. تم رصد حالته من خلال الألتراساوند وبعد ذلك أصبح لديه دايركتنج اتنج اعتبار وشفي من الهيباتيتس سي قبل 3 سنوات. أثناء شفاء الهيباتيتس سي ما الذي نخبر هذا المريض؟ لأن مرض الكبد لديه لم يشفى بالكامل وهو يريد أن يعرف ما هي التعقيدات لمرض الكبد، كيف لنا أن نرصد حالته، ويريد أن يعرف ما إذا كان الكبد سيتحسن وبإمكانه يفعل ليقلص من المخاطر. نرى هنا كما نرى هذا الكبد والطحال، أنا متأكد أن الكثير من المرضى مصابين بنفس هذه الحالة. إذا السي تي سكان أظهر أنه لديه كبد فيه عقد وجرينا اختبارات بالدم وجدنا أن هناك احتمال كبير بوجود تليف بالكبد، وهناك اختبار بسيط يسمى الاي بي ار والذي يستند إلى عدد الصفيحات بين أنه لديه 91% احتمال بأن يكون مصاب بتليف الكبد. وأعتقد أن هذا من الحالات التي تواجهها من المرضى. الهيباتيتس سي قد حصل من وجد له علاج على جائزة نوبل، وهذا علم رائع أدى إلى إيجاد العلاج. أريد أن أذكركم أن قبل عدد من السنوات لم يكن بإمكاننا أن نشفي الناس من الهيباتيتس سي، ولكن الناس على هذا المرض انظروا إلى معدلات الشفاء الآن في الجانب الأيمن، نجد أن ليس هناك شخص لا يمكن أن نشفيه من مرض الهيباتيتس سي إذا ما استخدمنا العلاج الصحيح. معدلات النجاح تعتمد إلى حد كبير على أي نوع من الجينوتايب لديكم، ولكن بعد أن أصبحنا أكثر ذكاء أصبحنا بإمكان نشفيهم على الرغم من أي تراث عرقي لديه، وهناك إمكانية متنوعة للحصول على العلاج للهيباتيتس سي كما الحال بالنسبة للعلاج الهيموفيليا. كل هذه الأمور يمكن علاجها، وليس هناك دليل على أن الأشخاص المصابين في الرباط النزيف لديهم معدلات شفاء مختلفة عن أولئك الذين أدرجتهم في القائمة، وبالتالي ما أن يشفى المريض من الهيباتيتس سي ما الذي يمكن أن يحدث. هذا مريض لديه أسايتس أي استسقاء، وهذا يمكن أن يصاب بالنزيف على خاصة بالنسبة للشخص الذي ارتبط بالنزيف، وأكثر ما نخشاه هو بالأخر وهو سرطان الكبد، ولكن أحيانا لا يحدث شيء، فكيف لنا أن نقرر أن المريض الموجود في غرفة الانتظار سيصاب بواحدة من هذه التعقيدات أو لا شيء. أقول لمرضاي أن تليف الجهد ناتج عن هيباتيتس سي وبمثالة المشي على الحفة، وموقعكم هو الذي يحدد المخاطر، ونحن كأطباء نريد أن نحدد ما إذا كان هذا الشخص الذي قريبا من الحفة هل يشكل وقوف هناك خطرا عاليا، أو ربما ينبغي أن يبتعد عن الحافة الخطرة ولا يكون في وضع خطر، فكيف نفعل ذلك؟ لتحديد مستوى صحة الكبد نستخدم مجموعة من الاختبارات، ولكن الاختبار التقليدي لدراسة انزيمات الكبد هو غير حساس لتحديد فعلا صحة الكبد، وكنا نقوم بأخذ خزعة من الكبد ولكن هذا طبعا صعب بالنسبة للمرضى المصابين بالتهاب النزيف، لكن الأفكار جيدة أصبح لدينا تقنيات غير تدخلية سأتحدث عن بعضها الآن. هناك مجموعة مزيج مبتكر من اختبارات القياسية الإبراي هي تنظر في مستوى التليف إلى آخره، ولدينا ما يسمى بالإلاستوغرافي وهو إما الألتراساوند أو الإمراي. كل واحدة من هذه الاختبارات نحاول من خلالها أن نجيب أين يقف هذا الشخص على المقياس الذي أريتم الجاو. فالمعظم الناس يعرفون عن هذا القياس أو هذا المقياس من 0 إلى 4، واحتمال أن تكونوا في المرحلة الثالثة أو المرحلة الرابعة.
آنذاك تظهر التعقيدات. المراحل الثلاثة الأولى من 0 إلى 2 من المستبعد أن يصيبك شيء فأنت بعيد عن الحافة. تريد أعرف إذا كان المريض مصاب بسرطان المرحلة الثالثة أو الرابعة. ها هو مريض من جديد، فيقول: ما هو وضع اختبار الدم؟ تحليل الـ AST أصبح الآن اعتيادي، ارتفع مستوى الصفائح لديه، ولكن مع ذلك لا يزال لديه احتمال كبير بأن يصاب بالتليف، ولكن وضع صحي لكبده أصبح أفضل، ويريد أن يسأل متى سيتحسن وضعي. إذا لدينا الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنه بإمكاننا أن نشجع الناس ونقول لهم أن وضعه سيتحسن. هذه شريحة للخزعة تبين هذا الكبد قبل العلاج وبعد 4 سنوات من شفائه. قمنا بإعادة أخذ خزعة وترون بأنه تخلص من الجروح هنا. فنعرف أن الشفاء من الهيباتيتس سي في معظم الحالات سيؤدي إلى تحسن وضع الخزعة وتحسن وضع الكبد. إذا هذه أخبار قديمة. هذه الشريحة تظهر دراسات أجريت قبل عقد من الزمن، وهنا بينا أكبر دراسة التي تمت في 2002 قبل 20 سنة قام بها بوينارد، وهو بين بأن ثلثي المرضى الذي كان لديه تليف يتحسن وضعهم على مدى سنتين. إذا نعرف أن هذا قد يحدث وهو مشجع، ولكن علينا نقرر بالنسبة للمريض الذي هو أمامنا متى سيكون من بينهم. إذا سأتحدث هنا عن الاختبارات أو فحوصات المخبرية المتخصصة، وكما ذكرت هناك مجموعة متنوعة منها يمكن أن يستخدموا متغيرات مثل صفائح وST وقيم خاصة بالنسبة لحجم دوران البروتين، مصفوفة دوران البروتين. البعض يمكن جمعه مع درجة التليف، وعلينا أن نتأكد من أن منها خاص بالنسبة للهيباتيتس، كما هي تتنبأ بإمكانية حدوث الحد الأدنى من التليف أو الحد الأعلى. ومعظم هذه الاختبارات والفحوصات ناجحة من ناحية تجارية. هذه قائمة بالبعض منها، هي متاحة بعضها في أوروبا وبعضها ليس متاح من الولايات المتحدة إلى آخره، أو البعض المغطى ببلدان مختلفة وأحيانا يغطيه التأمين وأحيانا لا. أشجعكم على أن تختاروا البعض منهم اللي تروا أي منها متاح من خلال مختبركم المحلي. قدمت لكم مثال واحد هنا عن تليف، اختبار للتليف غير تدخلي، وهذا للفحص التليف ولكن هذا غير جراحي. نرى أن العلامة التي حصل عليها عند السهم الأحمر، وهذه تتواءم مع F3، وهذا يعني أنه لديه تليف متقدم فهو في وضع خطر. بعض الاختبارات الأخرى تبين الأنشطة التي تتم في الكبد، درجة الالتهاب الموجودة، وهذا الشخص كان لديه نسبة تضخم متدنية. وبالتالي مرة أخرى نصيحتي أن نختار اختبارا، وأنا نحاول أن نحدد ما إذا كان هذا المريض من ذوي المخاطر المرتفعة أم لا. والأخبار الجديدة هي الإلاستوغرافي، هي طريقة غير جراحية تستخدم موجات تصوير المرن، تخطيط المرونة أو تصور المرن. من السهل أن يتم في العيادة نتائج فورية يقيس سرعة الصوت ليخترق الكبد، وهذه السرعة متناسبة مع إذا كان هناك التصلب، وهذا يعني أن هناك تليف، وتبين درجة التليف أو مرحلة التليف. ومرة أخرى الهدف هو أن نعرف ما إذا كان المريض هو في المرحلة الثالثة أو الرابعة. أمل أن أكون قد أنقذكم بأن التليف بالنتيجة هيباتيتس سي يمكن التخلص منه، وكذلك التليف الكبدي، ولكن مع ذلك لا يزال هناك احتمال أن تحدث مضاعفات. أمل أن أكون قد أقنعتكم أن التغيرات والتحسينات المبكرة قد تظهر بعد سنة، والفوائد تظهر أكثر حتى بعد مرور 5 سنوات حتى في حالة تليف الكبد.
أريد أن ألخص ما أريد منكم أن تستخلصوه من حديثي اليوم. بالنسبة للمرضى الذين لديهم تليف متقدم، فهم يواجهون احتمال كبير بأن يصابوا بسرطان الكبد، وهنا يتم إجراء مسح لهم كل 6 أشهر. هناك مخاطر من تعرضهم للنزيف، فينبغي إجراء فحص كل سنة أو سنتين، وينبغي التنبه لأي تعقيدات. إذا كان لديكم مريض لديه حادة تليف متقدمة مؤكدة، من الصعب أن نحدد ما إذا كان التليف تحسن، وإذا كان المريض لم يعد يواجه خطرا. أنا أفضل أن يتم ذلك كل سنة أو كل سنة ونصف، الفحوصات الدم والإلكتروسيتي. إذا باختصار، علاج الهيباتيتس سي أصبح الآن أمرا روتينيا للغاية. هناك أنظمة شفهية متعددة، بإمكاننا أن نشفي تقريبا الجميع إذا أمكن أن نعطيهم الأدوية. أريد أن أذكركم أن شفاء الالتهاب الفيروسي لا يشفي من مرض الدم، والمريض يمكن أن يصاب بتعقيدات من التليف أو سرطان الكبد. من السهل أن نحدد حد التليف بالكبد، يمكن استخدام اختبارات الدم الاستوغرافي، والمرضى الذين هم متوقع أو يصابين بتليف متقدم F3 أو 4 هم أولئك الذين يواجهون مخاطر إصابة بالتعقيدات والمضاعفات. أعتقد أنه من المهم جدا، كما سمعت الزملاء يتحدثون عن أهمية الشراكة. إذا كان هناك شخص مصاب بتليف كبد متقدم وهناك خطر إصابته بالمضاعفات، أرجو أن تجدوا أخصائي كبد مستعد لأن يهتم بأمر مريضكم لكي يتابع حالته. شكرا جزيلا لكم، وسأعطي الكلمة الآن إلى كلام، وأعتقد أننا لدينا وقت للأسئلة. وشكرا لانتباهكم، آمل أن أكون قد علمتكم بعض الأمور بشأن أمراض الكبد. سيدريك، إذا أردتم أن تدخلوا أسئلتكم على صندوق الأسئلة والإجابات. هل أنا أجيب على الأسئلة أم جلان هو يقوم بالاهتمام بذلك؟ يبدو أن جلان غادرنا. يعني أتحقق من كل الأسئلة التي تلقيناها. السؤال لك بالنسبة ألفا بروتين بالنسبة للاختبار. أحد زملائنا يسأل عن قيمة هذه الأصول، هذه الوكلاء والأمور. إذا بروتين ألفا بيتا هو بروتين ينتج عن الخلايا سريعة النمو في الكبد، ولهذا سميت بهذه الطريقة، ويوصى باستخدامها فقط مع الإيميجينج، لأن هناك الكثير من النتائج الاختبارات اللي قد لا تكون صحيحة. والأهم من ذلك أن الكثير من مصابين بمرض سرطان الكبد لا يتمكنوا من العيش بعد الإصابة بذلك. إذا الأدلة التوجيهية الأوروبية والأدلة الأمريكية تقول أنه من الممكن استخدام ذلك كإضافة مع الألتراساوند، ولكن ليس لوحده. أنا أتحقق دائما من ذلك، وهو تأمين دائما يغطيه، ولكن دائما أعمل على استخدامه مع إمكانية التصوير أيضا. ما درجة التواتر؟ مرة كل 6 أشهر أول إضافة للألتراساوند؟ نعم،
هذا صحيح يا سيدريك، نحن نوصي ب جاء ذلك مرة كل 6 أشهر بالنسبة للمرضى الذين هم يعتبروا أنهم يواجهون مخاطر عالية. لوتشانا، هناك سؤال لك، كم من أو كل متى ينبغي أن يحال الطبيب إلى المريض إلى طبيب الأسنان لإجراء المتابعة؟ شكرا لك يا سيدريك. الأدلة التوجيهية بالنسبة لتطبيق أفضل طريقة للوقاية هي كل 6 أشهر، وهذا بالنسبة للأطفال الذين لديهم مستويات مرتفعة من التسوس والأمراض كل 3 أشهر. وهناك سؤال آخر هل بإمكاني الإجابة عليه؟ هي نعم، تفضلي. أحد الحضور سألوا عن اسم الحقنة، اسمها أرتيكين هيدروكلورايد، وسأدون اسمها في الشات. هي نسبتها 400 وفيها بينفرينين، فلديها الأثر التقييدي الذي يساعد في هذه الحالة. هل سيكون هذا مختلفا عن المرضى بغض النظر عن حدة المرض؟ من الواضح أن الأمراض أو أن هؤلاء الأمراض يواجهون مخاطر عالية، ولكن نصيحتك للمرضى الذين لديهم هيموفيليا معتدلة الفوبا بالنسبة لتواتر الاسترجاع، هذا سيعتمد على وضع أسنانهم. إذا كان لديكم مريض في مستوى من الأمراض وكان يحتاج إلى ذلك، فيمكن أن يتم ذلك مرة في السنة. البروتوكولات المعيارية لشخص لديه حشوات وتسوس أو أحيانا لثة تنزف كل 6 أشهر، حتى لو لم يكن الشخص ليس لديه أمراض باللثة فكل 2 سنين. ومن المهم أن نبدأ بعلاج في فتحة مبكرة لا تحتاج إلى جراحة، وبالتالي يكون الوضع من السهل علاجهم دون تسبب النزيف. أنا لست طبيب أسنان، أنا طبيب إذا أمراض دم. نحن نقوم بمراجعة في العيادة ونتأكد من أن الطبيب الأسنان قد شاهد هذا المريض مؤخرا، وإن لم يكن هذا هو الحال نبين له بأن هذا الأمر مهم وعليه أن يزوره. هذا ما على مريض إذا طبيب الدم أمراض الدم أن يفعله، ونتأكد من أن مرضانا قد تمت قد راجعوا طبيب أسنان مؤخرا. وهذا أيضا ينطبق عليك يا بروس، نريد نتأكد من أن أحدهم قد انتبه أيضا إلى الكبد، كبد المريض هذا مهم. مؤخرا اكتشفنا بضع مرضى حتى لديهم هيموفيليا نسب قليلة جدا، ولم يدخلوا لسنوات إلى عيادات هيموفيليا، لا أحد اهتم حقيقة بحالة الهيموفيليا لديهم، لكن اكتشفنا بأن لديهم هيباتيت سي. مهم أن نتأكد من أن كل مرضانا الذين يعانون من الهيموفيليا حتى من ذوي النسب المنخفضة جدا بحاجة إلى أن يتم فحص حالة الكبد لديهم، لأنه مؤسف أنه لو نخسر مثل هؤلاء المرضى بسبب أنه لم يتم فحصهم. أنا في عيادتي دوما هنالك إحالة كما وصفتها، حيث يتم تحويل المرضى إلى طبيب أمراض دم ولفحص الهيباتيتس سي، وأستطيع أن أعالجه. سهل جدا معالجته وتجنب التعقيدات التي تأتي لاحقا إذا تم استدراك الأمر مبكرا. فبالتالي تفحص هؤلاء المرضى الذين لديهم هيباتيتس سي يجب أن يتم على الأقل مرة بالسنة، والجميع يجب أن يخضعوا لمن مثل هذا الفحص المغطى بالتأمين. نعم، وأعتقد بأن هذا أيضا ينطبق على مرضى الهيموفيليا وال WD وأي شخص آخر يعاني من أيضا اضطرابات النزف، وأيضا المرضى الحاملين للمرض، لأنهم قد يكونوا قد استلموا دم ومنذ سنوات ولم يتم فحصهم. مهم إذن أعمال الفحص هذه الدورية.
هل يوجد المزيد من الأسئلة؟ وربما هذا سؤال موجه إلى غلين، ولكن غلين غادرنا، هو بشأن آش وأيضا الدراسة السادسة، وهي السؤال هو هل الكونسنترات المرتفعة للأنسوب أعطى لهؤلاء المرضى؟ هذه ليست هي الحالة، فالمرضى يستلمون نفس الجرعات كما المرضى الذين يعانون من حالات مرتفعة من النزف، فبالتالي الجرعة واحدة. لا أعتقد أن هنالك المزيد من الأسئلة. نحن نحصل على رسائل إيجابية جدا من زملاء عبر العالم، يقدرون حقيقة الكلام الذي جرى على لسانكم الآن، وأعتقد بأننا الآن في وضع يسمح لنا بالانتقال إلى الجلسة التالية. وأتحقق مجدد، لا يوجد المزيد من الأسئلة. بروس، أشكرك لهذا الكلام، وأبقي معنا، شكرا جزيلا لك. والآن أقول بأن هذه كانت مواضيع جد مهمة التي أثيرت. الموضوع التالي هو بشأن موضوع على السمنة والهيموفيليا، وأنا نفسي من سأقدم هذا الموضوع وأتحدث عن الأوجاع التي قد تنجم عن ذلك. السمنة والهيموفيليا، هذا يظهر لكم بأن السمنة هي مشكلة بحق، فكثير من مرضانا وزنهم زائد، وبإمكانكم أن تروا هنا بيانات قديمة ولكنها تعكس حقيقة ما هو الحال عام 92 وعام 2009، وليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا في هولندا. إذا هنالك نسب واضحة لهؤلاء المرضى الذين يعانون من مشاكل وزن زايد أو سمنة، والنسب قد ارتفعت خلال العقود الماضية، وهذه مرة أخرى بيانات من هولندا تظهر كيف أن الحال قد تبدل من 92 ل 2001، وهذا صحيح بالنسبة للبالغين ولكن أيضا لمن هم دون ذلك. إذن هذه حقيقة مشكلة لكامل من يعانوا من الهيموفيليا. هذه بيانات من الولايات المتحدة الأمريكية تتناول إذن البي ام اي الذي يتجاوز المعدل العادي لدى الأطفال والمراهقين والبالغين. بإمكانكم أن تروا الكثير من البالغين يعانون من هذه المشكلة، ولكن هذا ليس فقط يعني محصور بالغين هذا الوضع. هذه تمثل دراسات كثيرة تمت عبر العالم تظهر بأن نسبة كبيرة من مرضانا بالهيموفيليا لديهم سمنة أو يعانون من السمنة. لا يوجد لدي من الوقت الدخول في تفاصيل هذه الأرقام، ولكنها متوافقة مع الحالات التي ذكرناها والسمنة والوزن الزايد، هذا ما يعاني منه هؤلاء المرضى. هذا ليس مرض مخصص فقط لمرضى الهيموفيليا أو يعني يعانوا منه هم لوحدهم. لماذا مرضى الهيموفيليا يعني يصبح لديهم وزن زايد؟ هل الهيموفيليا تسبب السمنة؟ ماذا تعني السمنة؟ السمنة تعني بأن هنالك شحوم أكثر و عضلات أقل في الجسد، وممكنكم تروا بسلايد هنا وضع المرضى الهيموفيليا بسبب النزف المستمر والمتكرر للمفاصل، تزيد هذه إمكانية أن يصبحوا إذا سمينين، وهذا يسبب ضغط على المفاصل، وهذه دائرة يعني يدور فيها السمنة وهيموفيليا. هل هذا هو الحال؟ ليس 100%،
الجهة اليمنى من الشريحة هنالك حواجز مختلفة لمرضى الهيموفيليا لكي يتجاوزوا هذا الوزن الزائد، وهذا جزء من الإصدارات التي صدرت مؤخرا عن الهيموفيليا والتعامل معها، وسأتحدث عنه لاحقا. قضية أخرى هو أنه في كثير من المراكز الأطباء والممرضين لا يهتموا بشكل كاف بما نسميه البي ام اي، الذي يعني بأننا يجب أن نقيس وزن هذا المريض ونقيس البي ام اي الكثافة الجسد، وهذا لا يحصل دوما. واجب أن تتأكد أنت كمريض هيموفيليا من أن المعالج يهتم بهذه الأمور. وقضية أخرى، حتى لو تم احتساب البي ام اي فإن قيمته يجب أن تعطى للمريض وتناقش معه، لأنه مهم جدا التأكد من المرضى على دراية كاملة بوضعهم ووزن جسدهم، والبي ام اي مناسب، وإلا يجب أن يحصلوا على بيانات كاملة بشأن كيفية تخفيضه. ما هي نتائج السمنة على مرضى الهيموفيليا؟ أسباب عدة. أولا طبعا جسدية كما تتخيلون، زيادة الوزن يعني ضغط أكثر على المفاصل وتقليل الحركة وتأثير على عمل هذا الشخص، وأيضا قد يؤدي إلى مشاكل أخرى بشأن إذا التجلط الدم. وسنعطيكم بعض البيانات والمعلومات بشأن هذا الأمر الخاص بتسبب بالتجلط الدم لدى مرضى الهيموفيليا بسبب السمنة. ذلك طبعا بداية على المفاصل، قد يتأثر إذا حركة هذا مريض، وأيضا كثافة العظم قد تتحسن لأنه سيكون هنالك إذا تغذية أفضل، ولكنه قد يتعرض للهشاشة لاحقا، وقد تزيد قوة العضلات ويقل الأوجاع من هذه المفاصل، ولكن قد تزيد إمكانية حصول تجلط دماء، وأيضا فاتي نون الكوهوليك ليفر ديسيز، أمراض الكبد. لن ندخل في كل هذه التفاصيل الطبية، ولكن يجب أن نشير أن هذه بيانات صحيحة، وهي أن السمنة ستقلل من قدرة الحركة وخاصة المفاصل الخاصة بال السفلية، والتي تم دراستها بطريقة مفصلة خلال السنوات الـ10 الماضية. بشأن نوعية النزف وأنواع النزف، مرضى الهيموفيلي ينزفون لأسباب عدة. للذين لديهم سمنة، هؤلاء المرضى، فإن قد تزيد هذه النسبة لديهم، لأن في هذه الحالة سيطورون ما يسمى بالهايبر فايبرونوليسيس، أي أنهم الجلطات قد تكون مستدامة أكثر لديهم مقارنة بغيرهم، وهذا يؤدي إلى خطر ويزيد من نسب النزف. هل يستهلك أكثر كلوتينج فاكتور هؤلاء المرضى؟ أنصح لدينا نعم، هنالك إثباتات من هولندا تشير إلى ذلك، وهذا موضح هنا بالأرقام وفي هذه الدراسة. بعد تدارس حالات 50 مريض يعاني من الهيموفيليا ومن السمنة في آن واحد، وأنهم يستخدموا كونسنتريت أكثر في العادة بواقع 6000 وحدة زيادة بالشهر، وهذا يعني هذه نسبة عالية. هذا يحصل بينما هؤلاء لا يوجد لديهم نزف كثير على مستوى المستشفيات ولا العيادات، وهذا يعني بأن
قد يحصلوا على رعاية أفضل من غيرهم بسبب إذا حالة السمنة التي يعانون منها، بالإضافة إلى الهيموفيليا. إذا يستخدموا نسب أعلى، فبالتالي هذه النسب التي تستخدم هنا، إذا احتسبنا الكونسنتريت لدى هؤلاء المرضى الأربعة، فسنرى بأنها قد ترتفع من 2400 إلى 4200 حسب كثافة الجسد، ولكن هذا غير منطقي بالنسبة لفاكتور 8. لنصل إلى 80% لدى هذا المريض بناء على وزنهم ونقسم على 2، لأن الفاكتور 8 سيظل ثابتا، ولكن هل هذا منطقي أن ندفع زيادة؟ لو هؤلاء الثلاثة لو كانوا يعانون من الهيموفيليا ليس هذا هو الحال، فهل يجب معالجتهم بنفس الطريقة؟ طبعا لا. هذه واحدة واحدة من مرضاي، هذا واحدة من مرضاي عمره 45 سنة ووزنه 120 كيلو، وقد وهو يحصل على 2000 وحدة فاكتور 8، وبهذه ال2000 وحدة انتقل من 11% إلى 65% الفاكتور 8، ولكن لم المريض الذي يعاني من الفاكتور A من الهيموفيليا ويعالج بالفاكتور 8، فكل حالة تختلف عن الأخرى. وكما يمكنكم أن تروا عندما تعطي فاكتور 8 للمريض، فهو لن يتم توزيعه عبر الجسد كله، بل سيظل في المنطقة التي أعطيت، ونعرف بأن هذه المنطقة تؤثر بالسن. لو احتسبنا النسب بناء على حجم الجسم وكثافته فسنصل إلى هذه النتيجة. هذا الموضوع تمت مناقشته في آخر اجتماع للهاش الأسبوع الماضي، وكان تواصل جيد بهذا الشأن. كيف نعالج مرضى الهيموفيليا الذين يعانون من السمنة بالفاكتور 8؟ وهذا تم تدارسه بعمق، وزميلتي في دراسة الدكتوراه الذي قامت به هذه سيفرين بشأن هذا الجانب تحديدا، الأطروحة كانت عن هذا الموضوع، قارنت بين تعافي إذا مرضى الهيموفيليا من هيموفيليا إيه وفقا لإذا وزنهم، وتبين لهم بأن الوزن المثالي هو الذي يعني يتعافى أسرع من غيره، وبالتالي واضح من أن مرضى الذين يعانون من السمنة يحتاجوا إلى إذا جهد أكثر أو كميات أكثر. إن لم اعتمدنا فقط على وزن الجسد، على ماذا نعتمد؟ هنالك إذا مقاربة عدة يمكن استخدامها، الأمثل هو طبعا الوزن، الاحتساب كم يحتاج الجسد من فاكتور 8 كعلاج، وإذا قمنا بذلك وإذا استخدمنا التعافي الذي يعتمد على الحجم ووزن على وزن الجسد، فبدل الوصول إلى مستويات يمكن أن نتمكن من أن نصل إلى أعلى مستوى حوالي 100%، ولن يتغير وضع الحياة لديهم. 2021 أنا أقول بأنه لا يجب أن نعطيهم المزيد من الكميات لهؤلاء المرضى الذين يعانون من السمنة. المشكلة أن كثير من الأطباء لا يفعلوا ذلك، ولا يزالوا يعطوا الفاكتور 8 حسب الطلب وحسب حجم المريض أو وزن الجسد. إذا هذه الممارسة يجب أن تتبدل بمرور الوقت برأينا. سنتجاوز هذه الشريحة كسبا للوقت، وهنالك دراسة جيدة نشرت بشأن ما علينا أن نفعله، وفي هذه الدراسة وجدوا بأنهم مرة أخرى
بأنه من كل المعايير التي استخدمت فإن التعافي يتأثر بحجم الجسد ووزنه، ولكن هؤلاء المرضى نعم يستخدموا الفاكتور 8 بنفس المستوى، عليهم أن يستخدموا نفس أو يعطوا نفس الجرعات التي تعطى للآخرين من ذوي الوزن أقل. مشكلة بأن هنالك صعوبة في الوصول إلى أنهم يقوموا بإعطاء الإبر لأنفسهم، يحتاجوا إلى ممرضة بسبب السمنة، وكثير من هؤلاء لا يمكنهم أن يتبعوا إذن النظام الصحي الخاص بالمرضى الهيموفيليا. نحتاج إلى زيادة الوعي بشأن السمنة وخطرها في مجتمعاتنا، وكما ذكر مؤخرا في الولايات الأمريكية، وأنا أدعوكم لقراءة هذه الدراسات. علينا القيام به، كل المرضى الذين لديهم زيادة في الوزن علينا أن نقيس البي ام اي الخاص بهم، ويجب أن يكون هنالك تدخل من خبراء التغذية من أجل إذا المساعدة هؤلاء المرضى في تخفيض وزنهم. أعتقد بأن هذا الأمر مهم جدا. هؤلاء الفيزيوثيرابيست أيضا يمكن أن يلعبوا دور كبير بهذا الخصوص. سأتجاوز هذه. أعتقد بأنه مهم ألا ننسى بأن المرضى الذين يعانون من السمنة لديهم عضلات أقل من غيرهم، ومرضى الهيموفيليا الأكبر سنا هم غير فاعلين، وبالتالي يجب تعزيز النشاط لديهم. ليس من السهل تنجيعهم على خسارة الوقت، بل تحفيزهم على أن يطوروا إذا عضلات. أعتقد بأن هذه قضية مهمة، حيث أن مرضى الهيموفيليا ليس فقط لديهم الكثير من الشحم أو هم يعانون من السمنة، ولكن الماء الحجم أو كثافة العضلات ليست متطورة بشكل كاف كما هو في هذه الصورة. نحتاج إلى مساعدتهم في خسارة الشحم وتكبير وتنمية العضلات لديهم. سنتجاوز هذه. إذا بالنهاية فإن السمنة هي إذا قضية مهمة جدا، لها تأثير سلبي على العمل الوضع الجسدي لهذا المريض، ولكن كما قلت فإن المرضى يجب أن يعطوا أهم الكونسنتريت المناسب لهم ربما خلال النقاش. علينا نتحدث قليلا أكثر بشأن كيف نعمل على مستوى الفاكتور 9 والإكزيسيمبا، ونحتاج إلى المزيد من الدراسات بهذا الشأن. أتوقف هنا لأن الوقت داهمنا، ولكن سنبقي الأسئلة حتى النهاية والتحدث التالي. زميلي البلجيكي البروفيسور ناتالي من جامعة أنتورب، وناتالي طورت خبرة طويلة في مجالات مكافحة الأوجاع لدى المرضى الهيموفيليا، وستشرككم بشأن قضية الرقابة على الأوجاع والألم لدى هؤلاء المرضى. شكرا لك، وشكرا للاتحاد العالمي لدعوتنا لهذه الجلسة الغاية الأهمية. المرضى لماذا يعانون من الألم مرضى الهيموفيليا، وكيف يمكن التعامل مع هذه القضايا؟ إذا إدارة ال إذا التعامل مع الألم، يعني لم يحصل لديه ما يكفي من الاهتمام، وكان هنالك حاجة للاهتمام أكثر بهذا الشأن،
ولكن لا يمكن أن نقدم توصيات بهذا الشأن إن لم نقيم الألم بشكل سليم. هذا أمر أعتقد بأنكم على دراية به، فإن الألم قد ينجم عن النزف الشديد، ولكن قد يكون أيضا ظاهرة لأشياء دون ذلك. وفي الماضي يعني كان شمل هذا الألم مع النزف الشديد، برغم أن ليس حقيقة هذا هو الحال على أرض الواقع. ما نعرفه من مشاكل الفصول المفاصل الأخرى بأن زيادة الألم قد تزداد بمرور الوقت، يمكن أن تكون الألم حجمه قد يرتفع وينخفض. لا يمكن أن نقرر بأن سبب الألم الشديد هو النزف، قد يكون أسباب الانتفاخ. أسباب الألم ليست فقط بشأن مثلا مشاكل في المفصل أو النزيف، فيمكن استخدام الألتراساوند في مراكز العلاج، ولكن مرة أخرى الأمر أعقد من ذلك، لأن كثير من الأنظمة في جسدنا ستلعب دور في تفسير ما يتعلق بالألم. زميلي وأنا نتحدث عن كيف يمكن أن نفرق ما بين الألم هنا وهناك. ليس هو السبب الوحيد، عندما يكون هنالك مشاكل في المفصل قد يكون هنالك مشاكل ذات صلة بالعضلات، في أشياء أخرى ذات صلة بالمفاصل، ولكن قد يكون مثلا هنالك تأثير على النظام العصبي، والذي يبدأ بإذا الوسائط التي يعني يحصل تضخم فيها. ويبدو بأن الأمر يمكن مقارنته بمثلا حرق، فالجلد يحمر، وعندما تلمسه يعني يكون مؤلم، وهذا ما يحصل لدى المرضى الذين يعانون من هذه الظواهر. ولهذا السبب نحن نتحدث عن دورات الألم، لأنها في لها إذا ظواهر لا صلة بي، إذا العضلات وضعف العضلات وألم العضلات والحركة، لأن المرضى غير قادرون على صعود الدرج أو القيام بالنشاطات اليومية، وهذا يؤدي لديهم إحباط، يسبب لهم إحباط، وكيف بأن هذا يؤثر على حياتهم ويخرب هذه الحياة. وعندما تحدث عن تعقيدات الألم، فهذا يبدأ ربما برسالة تشير إلى أن هنالك خطر ما، قد يكون سبب نزيف، ولكن قد يكون هنالك مشكلة في المفصل. وهذا الظاهرة تعطينا جرس بأن هنالك معلومات يتم إيصالها، وهذه ستصل إلى العقل، وعندما تصل إلى العقل هذه البيانات والمعلومات يكون هنالك شعور بالألم. فالألم يحصل عندما هذه البيانات تصل إلى الدماغ ويتم تفسيرها من قبل الدماغ على أنها ألم. إذا كان الأمر يخطر في بالكم فهو أن هنالك ألم حقيقة حاصل، والعقل هو الذي يفسر ذلك. ويمكن أن يكون هنالك تأثيرات كثيرة حصلت على هذه الرسالة وصولا إلى الدماغ، من أول نقطة إذا إحساس حتى وصولا إلى الدماغ، وهذه قد تتأثر بأكثر من جانب. نحن نتحدث إذن عن تعقيدات، لأن عملية التفسير قد تتأثر بكثير من العناصر والعوامل، الحديث عن الألم، تجارب سابقة، تجارب آخرون، وأيضا المشاعر الإيجابية، ولكن قد تكون مشاعر سلبية، والتفكير بهذا الألم يزيد من تعقيداته.
ما نريد أن نقوله لمرضانا، وبأن الشعور بهذه الإشارات قد لا يكون يعني سليما 100% والاعتماد عليه يبدو بأنه من لون العلبة ليس ذاتها، ولكن لو نظرنا إلى اليمين الخط موجود هكذا بالعرض نفس اللون لديكم، نفس يبدو بأنه نفس لون مختلف ولكن هو نفس اللون. قد هذه تكون بعض المشاكل، المرضى الذين يعانون من ألم دائم بأنه أحيانا لا يسيء تفسير طبيعة الألم وسببه. إذا تقييم الألم مهم جدا، إننا عدم تقييمه بالشكل المناسب هذا الألم سيؤدي إلى عدم إمكانية إدارة الألم بطريقة سليمة، وبالتالي نعرف بأن هذه تجربة غير موضوعية ولكنها لها جوانب مختلفة، وبالتالي تقييم الألم يجب أن تشتمل على الجانب النفسي والجانب الجسدي. دعونا ننظر إلى تاريخ المريض بداية، وهنا لا يمكن أن نفرق بين سبب الألم لأن الدراسات السابقة أثبتت بأن ظواهر هذا الألم متشابهة، ونعرف بأن بعض المرضى قادرون على التفريق بينها، ولكن كثير منهم ومقدمي الخدمات غير قادرين على أن يفرقوا سبب الألم بناء فقط على هذا التقييم. وبالتالي يعني يجب أن يكون التشخيص سليم وقائم على أمور معمقة. هذا جدول فيه أسئلة ذات صلة، إذا من أجل تقييم الألم، لكن كل هذه العناصر يمكن أن تؤثر على تجربة المريض بالشعور بالألم، وهذا يمكن أن يساعدنا في إدارة الألم. لدينا أسئلة، أو حتى استبيانات أو ما نسميه، يعني هذه مفيدة لحجم الألم ولكنها لا تقول شيء بشأن الأسباب ولا تقول شيئا بشأن إلى كيف يواجه هذا المريض الألم في حياته اليومية. قد تكون النسبة 4 من 10، ولكن خلال العمل يواجه مشاكل صعبة وخلال العمل، وهذا لا يخف. بالتالي كثافة الألم ليست هي الأساس. وهنا صورة الجسد البشري، أريد أن أريكم بأن من يعاني من ألم في أسفل الظهر هنا لونه أحمر، هذا يعني بأن معظم المرضى أشاروا إلى أن الألم هنا، ولكن بعض المرضى أشاروا إلى أماكن أخرى في الجسد من أنها تؤلمهم، وهذا ما تم إذن البحث فيه في الجامعة إذن بلجيكا، لأنه نشك بأن الهيموفيليا قد تنتقل الآلام فيها من هنا إلى هناك وليس فقط هذه المنطقة بعينها. وبالتالي من المهم أن نرى إلى كل الأجزاء مؤلمة، فنحن نتحدث هنا عن أجزاء كبيرة. هناك استبيان أفضل استخدامه، هذا الاستبيان الذي يستخدم للمرضى الذين لديهم هيموفيليا، يتحدث عن كيف يتعامل المريض مع الألم في حياته اليومية، وهذا أمر بإمكاننا أن نناقشه أثناء موضوع الإدارة، لكن هذا ما علينا أن نقيمه بداية قبل أن نختار العلاجات. لن أستعرض التفاصيل بشأن كل الأمور الأخرى، ولكن لا تنسوا أن هذا سيؤثر على نوعية النوم، وبالتالي اطرحوا السؤال للمرضى ما هو أصعب أنشطة لكم، وهذا أيضا جزء من التقييم الذي سيساعدنا على وضع خطة علاج ملائمة. سأنتقل الآن إلى جزء خاص بإدارة الألم، وهذا صعب لأنه ليس من السهل أن نرسم صورة على أساس بعض الوحدات، من المهم جدا أن يكون هناك فريق متعدد التخصصات
وهذا بالنسبة لمراكز علاج الهيموفيليا، حيث يكون هناك تخصصات مختلفة تعمل في هذه المراكز. لكن بالنسبة لإدارة الألم المزمن، من المهم جدا أن نناقش الأشكال أو الجوانب المختلفة مع أخصائي الوظيفي والممرضة والأخصائي العلاج الطبيعي إلى آخره. إذا هذا هو النهج المثالي، أن يكون هناك تقييم مكثف للألم، وأن يكون استراتيجية لإدارة الألم تتضمن النصيحة والشرح، ولكن كذلك الحركات العلاج الطبيعي والجراحة إذا كانت مشكلة مفاصل، وأن نقوم بتقييم قضية إدارة الألم، وإن كان ضروريا أن نغير الاستراتيجية. إذا لتغطية باختصار هذه المجالات الثلاثة، العلاج الصيدلاني، هذه هي قائمة على أساس المرضى المعنيين. وتم إذا كنا نتحدث عن قلة الأبحاث، أعتقد أن الأبحاث ينبغي أن تثبت فعالية استراتيجيات الألم هذه أو استراتيجيات إدارة الألم على أساس الدوائي بالنسبة لمرضى الهيموفيليا، ولكن في الوقت الحالي هذا أفضل ما يمكننا أن نقدمه. أما بالنسبة للعلاجات غير الدوائية، هذا التعاون ما بين الأخصائي العلاج الطبيعي والنفسي، لأنه بالنسبة للألم قد يعاني أحيانا من الألم أو التوتر أو نقص الحوافز أو القلق بالنسبة للمفاصل. هناك الكثير من الأدلة تبين أن العلاج الفاعل سيقلل من الألم. المهم هو كيف نحفز المرضى لكي يتعاملوا مع هذا الشأن. إذا ما تحدثنا عن الأبحاث، فإحدى الدراسات استعرضت العوامل المتنبئة الرئيسية لنتائج العلاج الإيجابي في الذين يعانون من ألم في الجهاز العضلي والعظمي، ألم مزمن. وهذا ليس مستغرب، لأن النشاط الجسدي من شأنها أن تفعل اللون الأزرق الذي نراه، وهذا اللون الأزرق، الخط الأزرق، يؤثر على نشاط نقل الأنشطة في الدورسال هون. وبالتالي بإمكاننا أن ننظر في هذه الأسطر الزرقاء، وهذا نظام رائع يمكن أن يعمل بشكل ممتاز. في أحيانا تعتبر فعاليتها عالية جدا، ولكن نعرف أننا بحاجة لأن نقوم نشاط جسدي لتعزيز ذلك، وذلك في القرن الظهري. أما بالنسبة لجوانب الاكتئاب والألم، إذا كان المريض يعاني من الكآبة فإن هذا لن يساعد. علينا دعم مع ذلك أثناء مرحلة إدارة العمل. وأخيرا من المهم أن نبين للمريض أن الفعالية الذاتية مهمة جدا، وكأننا نقول للمريض يمكنك أن تفعل شيئا بنفسك، وهو بمثابة عكس النظرة التشاؤمية. أعتقد أن هذا يلخص ما ناقشته مع مرضاي بالنسبة لاستراتيجية إدارة الألم، وأكيد أن هذا مرتبط بنهج السلوك المعرفي، وهذا هو الحال مع العديد من المرضى. إدارة التوتر هذا جزء من الخطة، وكذلك جوانب النشاط. من هذا مهم جدا، حيث أن لدينا الآن ما يثبت أن النشاط الجسدي يمكن تحمله بشكل جيد من قبل مرضى الهيموفيليا، وأننا بحاجة لأن نقوم برصدهم وتحفيزهم وتدريبهم إن أمكن وكان أن نستخدم الأنشطة الجسدية كجزء من إدارة الألم، طالما أن هذا النهج هو نهج فردي. شريحة تالية، ما هي الرسائل المستخلصة هنا؟ تقييم الألم هو أكثر من مجرد تقييم الشدة أو حدة الألم أو هدف الألم. وكما تعرفون الألم متعدد الأوجه، هذا يعني أن الكثير الكثير من العوامل كانت تلعب دورا. وما هو غير مذكور هنا هو الجانب الجيني، وربما يلعب دورا بسيطا أيضا، ولكن ما نعرفه هو أن التلف أو الضرر الهيكلي و الالتهاب وكذلك آليات الألم المركزي في هذا المركز من الدماغ، وهذا يلعب دورا بأولئك الذين لديهم
أمراض مزمنة في المفاصل، وهذا ما يتم دراسته بالنسبة لمرضى الهيموفيليا. حتى الآن 96 من المرضى تمت مساعدته في هذا الشأن وستظهر نتائج قريبا. وكما قال سيدريك، فإن زيادة الوزن يمكن أن تلعب دورا في تقييم الألم. لنبرز ما يمكن أن نقوم به للتعامل مع جزء من ذلك. في حالة أن لا يمكن إجراء جراحة، فإذا يمكن أن نفعل بالبريف، ويمكن أن نقوم بإدارة الألم من خلال الأدوية إلى آخره، وتغيير نمط الحياة أو الدعامات. وبإمكاننا أن نوصي بإجراء تمارين وعلاج طبيعي. هذه شريحة لشرح كل الجهات الراعية التي مكنتنا من تقديم أو إجراء الأبحاث، وأعيد الكلمة إلى سيدريك. شكرا جزيلا لك يا نتالي، شكرا على هذا الحديث الرائع. والآن دعونا ننتقل بسرعة إلى الموضوع الأخير، والذي هو يكمل الحديث السابق. الغرض من ذلك هو أن نتناول المواضيع المهمة الخاصة بالصحة النفسية لمرضى الهيموفيليا، وهذا ستقدمه كيت خير، التي هي معروفة لكم لمعظمكم، فقد كانت تعمل كممرضة في مستشفى أومن ستريت في لندن، وهو مركز كبير لرعاية الهيموفيليا في أوروبا، وقد شاركت في العديد من المبادرات المستعرضة كلها، وهي حاليا رئيسة تحرير صحيفة ممارسة الهيموفيليا. أعطيك الكلمة يا كيت بالنسبة لآخر موضوع قبل أن ننتقل إلى سلسلة الأسئلة. شكرا يا صديق، وشكرا للاتحاد العالمي للهيموفيليا، لأن أطلب أن أتحدث عن الصحة النفسية للمرضى ذوي اضطرابات التي يمكن سأتحدث عن كذلك أعضاء أسرهم. هذه إفصاحاتي، إذا ما فكرنا تشخيص اليوم الذي يتم تشخيص فيه الوليد بالهيموفيليا أو أي اضطراب نزيف، هذا يكون بمثابة الصدمة. حتى لو كنتم تعرفون أن الأسرة فيها مثل هذه الحالات، ونعرف أنه في الهيموفيليا حوالي 90% من أمهات هؤلاء الأولاد الذين شخصوا حديثا سيكونوا حاملين، أنا أتأكد 30 ل 50% هم قد لا يكون لديهم أي تاريخ أسري. وحتى بالنسبة لك الذين يعرفون أنهم سيلدون ولدا ذكرا وأنهم حاملين الهيموفيلا، يمكن أن تعتبر أنها خسارة، لأنها ليس هو الطفل الذي كان يعتقد أنهم سيحصلون عليه. وسنعود للتحدث عن أهمية طريقة التفكير هذه. هناك الكثير من الأدبيات المكتوبة عن حالة الشعور بالذنب للأم والأسى، ونحن كمهنيين علينا أن نكون صريحين بأن هذا ليس خطأ أي شخص. الهيموفيليا تحدث، واضطرابات النزيف الأخرى تحدث، سواء كنتم تحملون الجين أم لا، أو تمررونه لطفلكم أم لا، هذا ليس بخطأكم. ونحن لا نتحدث عن القلق الذي يشعر به الرجال عندما يمررون الجين الهيموفيليا لبناتهم. هناك الحاجة الثقافية لأن يكون لدينا طفل طبيعي على الأخص في بعض المناطق، وهناك الكثير ما ينبغي القيام به من أجل التعلم على كيفية العيش مع الطفل الذي لديهم، قد لا يكون الطفل الذين يعتقدون أنهم سيرزقون به، وينبغي تحديد المسار لهم. هذه بعض الأعمال التي قدمت من ماريان ويستنسون في السويد، حيث كانت كل دراسات البي اتش دي عن والدية لمصابين بالهيموفيليا، وهي تقول أن الأمهات ينتقلون من حالة الأسى وشعور بالذنب، وأنهم يلومون أنفسهم بشأن هذا الوضع، وهذا يتحسن مع مرور الوقت. إذن كلما مضى وقت كلما قل شعورهم بالذنب، ثم يصلون إلى مرحلة تغير حيث يتقبلون هذا التغير في حياتهم. وهنا أصبحنا نرى الأمهات في المستشفيات أكثر، ونعلمهم عن اضطرابات النزيف وكيفية تثقيف أطفالهم عن هذا الموضوع وكيفية التعامل مع هذه الحالات. والأبهات لديهم طريق صعب، يشعرون بالأسى، يشعرون بأنهم ليس بإمكانهم أن يتصرفوا أو يفعلوا شيئا، بل نراهم كثيرا في مراكز الهيموفيليا،
فكل لي أنا كل ابن ذكر لي أي كل رجل سيكون أشهر لاعب كرة قدم إلى آخره، وبالتالي يفقدون هذا التفكير. ونحن كعاملين في المجال الطبي علينا أن نفكر بكيفية إشراك الآباء أكثر. هناك كثير من التوتر الوالدي، وكما قالت نتل، إذا كان طفلك يعاني من ألم فهذا طبعا يسبب لكم كأهالي ألم وتوتر. وهناك كذلك قلق مالي مادي، وقد يحتاجون إلى التضحية بالدخل الذي لديهم لتقديم الرعاية الطبية لطفلهم. هناك الكثير من المصاريف التي ستترتب على رعاية مثل هذا الطفل، مثل حاجة إلى دخول المستشفى وشراء أمور أخرى إلى آخره ونفقات أخرى. نعرف أنه الأطفال الذين مصابين بالهيموفيليا أحيانا يكون لديهم مضبطات، وهذا أصعب، ويزداد النزيف، ويكون العلاج أقل موثوقية، ويزداد عدم اليقين بشأن ما يمكن أن يحدث لهذا الطفل. وهنا الأمهات يعانين أكثر من الآباء، وذلك لأنهم موجودين في البيت أكثر من آباء، وبالتالي هم يطلعون على حالة أبنائهم. ثم نصل إلى مرحلة وصول إلى وضع طبيعي، حيث أن العيش مع الطفل الذي يعاني من اضطرابات النزيف هذا يصبح جزءا من الحياة اليومية. وهذا لا يرتبط فقط بالعلاج الوقائي، بل تقبل وضع الطفل والحدود والقيود التي قد تفرض ليس فقط على طفلكم ولكن عليكم كأسرة. نعتقد أن العلاج الوقائي هو المثالي للأهالي، وأن الأطفال أو المواليد الذين يتم تشخيصهم يبدأ بالعلاج الوقائي، ولكن العلاج بحد يمكن أن يكون عبئا، وكثيرا ما لا يشعر الأهالي بأنهم غير مدعومين، ويشعرون بالضياع لأنه متوقع منهم أن يقوموا بالأمور بأنفسهم، وهذا عبء كبير بالنسبة للعلاج. الكثير من العمل اللي يتم بشأن العبء العلاجي، وسنناقش هذا الأمر في الشرائح التالية. هذه دراسة البي بي سي أن عبء النزيف، وهناك عبء أكبر على مانحي الرعاية بالنسبة للأطفال الذين لديهم نزيف في المفاصل أو لديهم مفاصل متضررة ويقلل من حركتهم، أو لديهم مثبط، أو يعيشون مع مستوى ألم مزمن. ثلثي من الأهالي قالوا أنهم في أثرت على حياتهم، والثلث قال أن كان لذلك أثر اقتصادي. إذا الهيموفيليا لها تأثير على الجميع. وهذه الدراسة تمت في أوروبا في البلدان التي كان فيها دعم مادي كبير بالنسبة لأولئك الذين كانوا يواجهون من حالات الهيموفيليا، وعلى أقل أولئك الذين ليس لديهم أي دعم اجتماعي. ومانحي الرعاية يخسرون كثير من الوقت في العمل نتيجة مرض الهيموفيليا الأطفال. البعض قالوا أنهم ينفقون ما بين 8 أيام إلى 15 يوم بالشهر بدون يتمكن من العمل كامل، ويمضون حوالي أكثر من 5 ساعات في الشهر يقدمون يحقنونه بالدم، وأكثر من 3 أشهر في السنة يسافرون إلى مركز رعاية الهيموفيليا. قد تعتقدون أن هذا سائد بين صغار الأطفال، وإذا ما نظرنا هنا إلى ساعات الرعاية المقدمة بالأسبوع بالنسبة للأطفال حسب الفئة العمرية، نجد أن الأطفال يقسمون إلى أولئك الذين لديهم باللون الأزرق الحلقات باللون الأزرق، معتدلة، أخضر، حادة. وحتى من الأطفال نجد أن الأهالي يخصصون ساعات مطولة في الأسبوع وهم يعتنون بأطفالهم المراهقين، وهذا لمساعدتهم على أخذ حقن ذاتية وعلى إدارة حالتهم ونقلهم إلى المستشفيات. إذن لا يعني أنهم كلما كبروا كلما يقل العبء. إذا ما فكرنا أن ذلك بالنسبة للأمور الأخرى ليس فقط بالنسبة للعبء الأهالي، ولكن نحن نعرف أن هناك نقص في تركيز الأهالي، التركيز يكون على مجالات الطفل الأخرى. هناك فكرة أن هذا سيكون أقل من مشكلة في الهيموفيليا، ولكن بالنسبة للاضطرابات الفكرة
أن عبء العلاج سيكون أقل، لكن لا نعرف ذلك بالتأكيد. نتحدث عن العلاج المخصص، وهذا ممتاز إذا كنت بالغ وتحصل أجل وقائي كل 36 ساعة، لأن هذا هي الحالة الشخصية. ولكن كيف يتم تشخيص العلاج لخمسة أطفال لديهم اضطرابات نزيف في نفس العائلة؟ فهذا من شأنه أن يزيد من العبء الوقع على عاتق الأسرة، كما أننا نتوقع من الوالدين أن يسجلوا كل ما يقوم به، مع أن الطفل، أولا نقول بأن البيانات هي أداة مهمة ويمكن أن تحسن من موضوع العلاج، إلا أن نتوقع من الأهالي أن يقيدوا كل ما يفعلونه لطفلهم، يعتبر أيضا عبئا كبيرا. وكما قالت نتالي، علينا أن نعرف أكثر بشأن الألم. نعرف أن الأطفال الذين لديهم اضطراب نزيف يعانون من الألم، ولكن نعرف أن هذا يؤثر على جودة حياتهم، وهذا يتسبب بالتوتر والقلق ومزيد من العبء. الآخرون الذين لا نفكر فيهم وبقية أعضاء الأسرة، من يهتم بالإخوة والأخوات وأثر ذلك، ماذا يعني بالنسبة للإخوة والأخوات؟ قد ينقصهم كثير من الرعاية الوالدية، قد يكون لديهم مشاعر اجتماعية سلبية. عندما يذهب أخوهم إلى المستشفى ويعود، فيعتقدون أنه ذهب ليستمتع بوقته، وترك الأطفال الآخرين بالبيت وعانوا من يومهم، فيعتبرون أن هذا الأخ أو الأخت أمضى وقتا ممتعا، هم لا يأتون إلى المستشفى ولا يعرفون ماذا يحدث. علينا أن نفكر أيضا بأن بعض هذه الأخوة والأخوات قد يكونوا حاملين لهذه الحالة، ربما قد يكون أهالي الأطفال لديهم في المستقبل، وهذا سيؤثر كثيرا على قدرتهم التعامل كأبوين لطفل لديه هيموفيليا في المستقبل. هذا لا يتعلق فقط بالأطفال، بل أيضا يؤثر على البالغين. هذه دراستين، واحدة في الولايات المتحدة، واحدة في أوروبا، تشاسية أوروبية، كنا نرى أن البالغين يعبرون عن التوتر المرتبط بالهيموفيليا. إذا تحدثنا إليهم وسألناهم عن ذلك، يتحدثون عن الشعور بالعزلة، ولديهم أوجه قلق بالنسبة للوظيفة الجسدية والألم والسمنة التي، ويقلقون بشأن المستقبل، التأمين، تقدم العمر، أين سيعيشون ومن سيهتم بهم إذا كانوا بحاجة إلى أن يعيشوا في مرافق رعاية. وهذا يزيد من الخوف والعبء والتخوف من النزيف. ماذا سيحدث لو أصابهم نزيف شديد ولم يتمكنوا من معالجة أنفسهم؟ ومن دراسة تشيس تبين أن جودة الحياة تتأثر في صغار الكبار، كذلك في البالغين، على الرغم من العلاج الوقائي الأولي. وأيضا بالنسبة للعلاج الوقائي الأولي لا يكون يرتبط بمستويات أقل من التوتر، والألم يكون شائعا. هل فقدناك يا كيت؟ كيت، هل أنت معنا؟ أنا آسف، لا أعرف ماذا حدث، كمبيوتري أخرجني. ما من مشكلة، لقد عدت الآن، والآن لا أستطيع أن أحرك الشرائح. هل يمكن لأحد أن يعرف الشرائح؟ نعم، إذا تفكيري بالنساء، تحدثنا عن النساء الحاملات لهذا المرض. نحن بحاجة لنفكر بالجانب النفسي، تحدثنا عن الشعور بالذنب واللوم الذي يشعر به النساء، وعلينا أن نفكر بأثر النساء الذين يتأثرون باضطرابات النزيف. فهل هم حاملين لهذه الحالة أم أنهم سيصابون بالنزيف أنفسهم؟ علينا أن نفكر بالتاريخ السابق بالنسبة للفيروسات. تحدث عن الهيباتيتس سي، أنه حتى لو كان جدك أصيب بالإتش أي في هيباتيتس سي، فإن ذلك سيكون من المحتمل أن يكون له أثر عليكم. إذا ما أصبتم بالطفل بالهيموفيليا، قد يقلقون بشأن حقن أطفالهم بالدم. إذا تحدثنا عن العلاج الجيني، البعض لا يزول قلقين بأن الفيروس من الماضي قد يشكل مشكلة. ولدينا كذلك شعور بالذنب للباقين عن الحياة، وصدمة ما بعد، أو شعور ما بعد الصدمات، أي أن الأخ أو عضو الأسرة الذي بقي على قيد الحياة قد يشعر بالقلق من أنه قد يصاب بذلك. وهناك تأثير على الاستمرار
في التحقق من هذا الأمر. إذا ننتقل إلى العلاج بالجينات ونفكر أن هذا سيكون نتيجة كبيرة وسيقلل من الشعور بالقلق والاكتئاب. البعض منهم عبروا عن شعور إيجابي وشعور بالسعادة بالحياة وبتفاؤل جديد بالحياة. كما أن الدعم العاطفي قد يكون مطلوباً من أجل التعامل مع الشعور بفقدان الهوية أو بشعور بعدم اليقين وأنه فاتتهم فرص سابقة وأنهم فجأة بإمكانهم أن يقوموا بأمور لم يكن بإمكانهم يقوموا من قبل. وإن لم نطرح الأسئلة الصحيحة لن نعرف ما إذا كنا نحصل على الإجابات الصحيحة. والطريقة القيام بذلك هي من خلال استخدام تقييمات النتائج. وجدت بعضها وليس كلها. أحيانا يكون علي تحدث إلى الناس بدل من أن نقدم لهم استبيان آخر. في الفصل 11 من الأدلة التوجيهية لل WHF تتحدث من تقييم المحصلات وليس فقط بالنسبة للمصابين هوفيلا بل للمصابين كل أنواع اضطرابات النزيف. إذا ما نظرنا إلى تلك المرتبطة بالصحة النفسية نجد أن المستوى الخامس بالنسبة للعوامل الشخصية والبيئية. البيئية تعني إمكانية الحصول على العلاج أو التأمين. الشخص قد يكون لديه مرونة في الحصول على العلاج. وهناك عوامل اقتصادية مستوى السادس ومباشر يمكن الحصول على الأدوية والرعاية والخدمات غير المباشرة وهي النفقات من الجيب الشخصي والعبء وفقدان العمل. وهناك أدوات يمكن نستخدمها لتقييم مستوى الحالة وهي عامة EQ5D وخاصة CHOKLAT. وأهم من ذلك المحصلات المبلغ عنها من قبل المرضى وكذلك الألم والنشاط والعب. لو نظرنا إلى الصحة النفسية والذهنية فإن هذا كله يتوائم مع الحياة العادية ومع العوامل الاقتصادية وينتهي بذلك بما يقوله لنا المرضى في تقرير المحصلات. إذن في الجزء 11.6 يتحدث عن مجموعة إجراءات يتم استخدامها في العيادات أو بالنسبة للأبحاث. وكما قال تدريك لو كنا سنأخذ من المرضى طولهم ووزنهم علينا نخبرهم هي BMI الخاصة بهم وهذا ينطبق على هذا الشأن أيضا. علينا نفكر بقيمة الرعاية المخصصة للمرضى وكعاملين في الرعاية الصحية نختار الأدوات التي نرى أنها مناسبة للمرضى ولكن علينا أن نشركهم في ذلك. فليسعدني أن أرى أن هناك دراسات متعمقة الآن تطلب أن يتم منح المرضى البيانات الخاصة بهم وعلينا أن نقوم باتخاذ إجراءات قياسية وأن نحاول أن نحدد حد أدنى من الحالات لكل وضع طبي رئيسي لنعرف أين هي المحصلات الخاصة بذلك. والسجل WBDR سجل اضطرابات النزيف يجمع هذه البيانات والمحصلات الخاصة بالمرضى القياسية والموحدة. هذا يعني أنه بإمكاننا أن نحقق تقدم بالرعاية السريرية ونحسن من هذه النتائج. إذن على سبيل الخلاصة فإن الصحة النفسية هي بأهمية الصحة الجسدية ومن بين أعضاء فريق المتعدد التخصصات نأمل أن يكون لدينا من يستطيع التركيز على الصحة النفسية للمرضى وللأسرة أيضا ليس فقط المريض بس أمه أبوه جدته أخواته جده إلى آخره. لو فكرنا بالعلاج وتأثير ذلك على الصحة الجسدية والنفسية لنقر أنه لم يكن لدينا إمكان الحصول على علاج فإن ذلك سيكون له أثر كبير. نحتاج إلى تركيز أكثر على محصلات الصحة النفسية والتي هي متعلقة بالأشخاص ذوي اضطرابات نزيف فهذا يعطونا فكرة أو قدرة لتوفير المزيد من الدعم والرعاية مع كل العلاجات الموجودة في الأخوة. بسبب هذه العلاجات الجديدة فإن مية التحدث عن الهيموفيليا واضطرابات النزيف الأخرى أصبحت أكثر ظهورا وشلية أكثر. سأتوقف هنا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لك على هذا الحديث الرائع بشأن هذه المواضيع المهمة جدا. بعض الأسئلة. هناك سؤال بشأن كيفية تعزيز النشاط الجسدي لشخص مصاب بالهيموفيليا ليس لديه إمكانية الحصول على العلاج الوقائي. لقد ركزت على أهمية العلاج الجسدي. بإمكاني أعرف أنه بدون العلاج الوقائي الوضع هنا قد يكون معقدا
ولكن لازلت مقتنعا بأنه بإمكانكم أن تشاركوا في الأنشطة الجسدية حتى إن لم يكن هناك نظام علاج وقائي قائم، ولكن وجود شخص أو أخصائي علاج طبيعي محلي يوفر بعض التوجيهات قد يكون أمرا مفيدا، ليس لأنهم لا يمكن أن يكونوا فاعلين جسديا إن لم يكونوا يأخذون علاجا وقائيا. من الممكن المشاركة في نشاط جسدي بدون مخاطر التعرض للنزيف. كان هناك ملاحظة ربما هذا لك يا نتالي، سوزان أرادت أن تؤكد على حقيقة أن هناك استبيان للتخطيط لإدارة العلاج والألم والذي تم إعداده لمجتمع اضطرابات النزيف، وقد أطلعتنا على الرابط للموقع الإلكتروني. ناتالي، هل تستخدمين هذا الاستبيان؟ هل أنت مطلعة عليه؟ لقد اطلعت على نشره مؤخرا. أعتقد أن هذه أخبار رائعة أن مثل هذا الاستبيان تم تطويره. سيسعدني جدا أن أطلع على نتائج ذلك، لأنه كما هو الحال بالنسبة لكل استبيان ينبغي التحقق منه وفحصه، إلا أن هذه أخبار جيدة أنه على الأقل هناك شيء قائم، وإذا كان استبيان قائم سنستخدمه في مجال الأبحاث أكيد. ناتالي، أنت الآن تعملين في مجال رعاية الهيموفيليا وتلتقين مع الكثير من الزملاء مختلف أنحاء العالم، هل تعتقدين أن هناك انتباه متزايد بداء الألم مقارنة بما كان الوضع عليه قبل بضع سنوات؟ نعم، أنا أعتقد أنه من قبل المهنيين ومن جانب المرضى هناك برأيي وعي للتحدث عن هذا الأمر، وأعتقد أن هذه أخبار جيدة جدا لمراكز علاج الهيموفيليا ولمجتمع الهيموفيليا، ليس فقط بالنسبة لمرضى الهيموفيليا ولكن ذلك المصابين بمرض فون فولبرن والمانحين، وهذه المشكلة ناقشت للتو، وآمل أننا سنتمكن من أن نجري أبحاثا على نطاق أوسع ستعطينا أدوات لمساعدة المرضى ومزودي الرعاية الصحية في العيادات. شكرا لك بروس، أرى أنك لازلت معنا. ربما هناك موضوع لم نركز عليه بشكل كافي، هو موضوع التليف الكبدي، وهو من المضاعفات للسمن وللميتابوليزم. هذا قد يكون التحدي المستقبلي للمستقبل لمرضانا. نعم، كنت أتمنى لو كان لدي إجابة جيدة. نحن متفقون على أن الهيباتيتس سي بالنسبة للعديد منا لم يعد قائما. هذا موضوع مهم للبحث، وأقترح عليكم أن الأسر والمرضى بإمكانهم أن يبحثوا كما أبحث أنا المرضى الذين لديهم، إذا قد يحصلوا يصابوا بالفايبروسيس. كان هناك سؤال، هل لدينا دواء للأنتي مضاد للفايبروسيس؟ قد أجيب بنعم وأحصل على جائزة نوبل إذا تمكنت من الإجابة على هذا السؤال، ولكن لا يوجد عندي جواب. عملية فحص هؤلاء المرضى الذين يعانون من السمنة والذين لديهم أيضا تعقيدات أخرى هي نفسها التي نعتمدها بالنسبة للهيباتيتس سي. كيت، ليس لدي عندي سؤال لك من الجمهور، لكن هل هناك رسالة بعينها ترغبي بأن تشركين بها؟ نحن وصلنا إلى نهاية هذه الورشة. أن نقوم بعملنا بأفضل وجه عندما نسأل السؤال للمرضى بشأن ما يقلقهم وما يريد أن نتجاوزه ونعمل عليه بالأحرى. نعم، يجب أن نتحدث إليهم مطولا ونأخذ رأيهم بطريقة علمية ونتدارس الأنظمة الاجتماعية والنفسية الخاصة بهم. هذا أساسي إذا رغبنا بالتعامل مع قضية السمنة والألم مستقبلا. وصلنا إلى نهاية هذه الورشة الرابعة بتوقيت بروكسل. أريد أن ما كتبه جون إيمانويل في تشات بوكس بأن هذا الويبينار كان رائع ومفيد جدا، أتفق معه.
هذه أهم مواضيع، 6 مواضيع تتعامل بقضايا جد ضرورية ويومية لمرضانا. وبالتالي أريد أن أشكركم كلكم لالتزامكم وعملكم ودعمكم، والموظفين والعاملين وكل من هم خلف الكواليس الذين أنجحوا هذا الجهد. كثير من المشاركين انضموا إلينا، وهذا ليس إلا ليدفعنا إلى أن نكرر هذا الجهد في عام 2022. بالنيابة عن زملائي هنا، أرغب أن أشكركم جميعا، وأتمنى لكم موسم إجازات رائع، وأتمنى أن نلتقيكم قريبا 2022. إلى اللقاء جميعا.